أنعم الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، فالأرض تزودنا بمواردها الطبيعية بكل سخاء، فمن الماء، الهواء، النفط، الغاز، المعادن والفحم، ستة عناصر تشكل أساس حياتنا، تمدنا بالطاقة وتوفر لنا الغذاء. في كل عام نستهلك مليارات الأطنان، إلى أن بدأت الأرض تحذرنا أنه في مستقبل ليس ببعيد سيصبح مصير مواردنا النضوب ما لم نتحرك سريعاً لنحافظ عليها ونصونها، معترفون حقاً بأنها نعم وليست مواد استهلاكية. وهذا حتم علينا التركيز على المورد السابع، وهو إعادة التدوير الموجود أساساً في ديننا وثقافتنا منذ القدم في أشكال عدة، ومنها على سبيل المثال الاستفادة من سعف نخيلنا وإصلاح الأواني الفخارية والاستعمال المتكرر للأقمشة والجلود واستخدام حبات النوى والكثير من السبل التي لا حصر لها. إعادة التدوير مورد متجدد مراراً وتكراراً، يعتمد على ثقتنا بأن نكون مبدعين، فلا نرى الأشياء على أنها مخلفات بل فرص وثروات. نتطلع إلى الأفق الذي يلاقي رؤية المملكة 2030 بالتنمية المستدامة، وننظر بعين الإحسان إلى مستقبلنا، وطننا، كوكبنا والإنسانية الجمعاء. ندعوكم معنا في اليوم العالمي لإعادة التدوير 18 مارس للتأمل والمشاركة والإبداع